ما بين هيد وسلاش هيد او كاتب كده سكريبت ونوعه تكست على جافا سكريبت. وسلاش سكريبت او في ناس بتحبش تكتب كده. في ناس بتحب تكتب كده لانجويج بتساوي جافا جي كابيتال اس سكريبت السي كابيتال الاس كابيتال ويشيل التايب. يا ده يا ده مش هتفرق معانا. ده كده ماشي. لو عملت كده ماشي. لو عملت كده ايه؟ لا خلاص بس حساسه لحد الحروف. كلمه جافا سكريبت تبقى حساسه كده خلاص يعني الاولانيه مش حساسه لحد. لا لا كده على طول كلها سمول كلها سمول فبتمشي عشان كده بس مش اكتر. هي مش فرق. هي مش ايه مش فرق. هنا بقى ممكن اكتب كود جافا سكريبت. ممكن اقول اليرت مثلا رساله هلوان وهنا كده هلو ايه هلو تو. خلاص كده ده ايه بقى ده كود مكتوب ما بين جافا سكريبت وسلاش جافا سكريبت. هيتنفذ امتى؟ انا حددت وانا حددت هيتنفذ امتى وانا قلت لما تدوس على الصوره تنفذ ده. لا اللي تحت كان لما يدوس على الصوره اللي بترغي ويدوس على الصوره كان بينفذ ده. لكن ده الكود ده محطوط كود بس كده في الهيد محطوط ورا بعضه لكن ماله مش محدد هيتنفذ امتى. فهيتنفذ على طول. فهيتنفذ ايه على طول. يعني احنا لو احنا قفلنا اللي شغال ده كده ورحنا فتحنا تيست دي اول ما الشغل قال لي هلو ايه مع ان الصفحه لسه ما اتحملتش اصلا. قلت له اوكي. قال لي هلو ايه هلو تو. قلت له اوكي. قام طلع لي مين الصفحه. قام طلع لي مين ولو دوست كليكه كده هيقول لي بقى ايه ويلكم. خلاص كده طيب. بس انا مش عايز كده. انا مش عايز الكود اللي انا كاتبه فوق. طبعا مش اليرت يعني اقصد الكود بتاع جافا سكريبت ايا كان. مش عايزه يبقى مكتوب كده ويتنفذ على طول. انا عايز يتنفذ لما مثلا ادوس على الصوره دي او يتنفذ لما ادوس على الصوره دي او يتنفذ كده يعني. فلازم اديله حدث لما يحصل كذا شغل الكود. لما يحصل كذا شغل الايه شغل الكود. الناس معايا مش معايا. انا بتكلم في مبادئ اساسيه قوي قبل ما ابدا اشتغل. انا مش هينفع اشتغل من غير ما اكون فاهم اللي انا قلته ده. لو مش فاهم اللي انا قلته ده مش هعرف اشتغل. عشان كده بقوله لك وبعيده قبل ما ابدا ايش قبل ما ابدا مشروع قبل ما ابدا اقول يا هادي على المشروع. خلاص نعم خلاص طيب. اللي انا عايز اعمله دلوقتي ان انا مش عايز الكود ده يشتغل على طول اللي هو ده. انا عايزه لما نادى عليه. طب بالذمه يا شيخ انت عايز تنادى عليه في حد بينادى على حد مش عارف اسمه؟ لازم نعمل له اسم. لازم نعمل له ايه؟ يبقى لازم شويه الاكواد دول. طبعا مش القصد ان هم سطرين المعفنين دول. لا القصد ان الاثنين دول الصغيرين دول مالهم هيبقوا بعد كده يعني اكواد. يعني بعد كده يبقوا ايه؟ هيبقوا اكواد. انا عايز اديهم اسم عشان اقدر اقول له ايه شغل الكود الفلاني او شغل الكود الايه الكود الفلاني. يبقى لازم انادي عليه باسم. لازم انادي عليه بايه؟ عليه باسم. فهم جاي عايز اسميهم اسم. فهم جاي هنا كده ومعامل ايه فانكشن. فانكشن يعني وظيفه. فانكشن يعني ايه؟ واديها اي اسم. واديها اي ايه اديها اي اسم. اسمك ايه؟ احمد. فانكشن او مسميها احمد. بكتب احمد بالايه الكابيتال. انا بالايه قصدي مش بالايه. خلاص هي احمد ولا احمد صح كده؟ طبعا انا بكتبها هعمل ايه طيب؟ هم اكيد علموها لكم كده. تمام. هم علموها لكم كده بس هي تقول احمد. حد يقول اهمن. تكسرها ليه؟ عشان تتكلم انجليزي يعني وكده؟ طيب كده انا عندي فانكشن سميت الفانكشن دي ايه؟ احمد. يبقى الكود ده عمره ما هيشتغل غير لما نادي على مين؟ لما اقول احمد فالكود يشتغل. خلاص كده يبقى الفانكشن دي بقى ليها اسم. وادي بدايتها وادي ايه وادي نهايتها. طب والقوسين دول هعرفكم عليهم كمان شويه. هعرفكم عليهم كمان ايه كمان شويه. لكن دلوقتي فانكشن يعني وظيفه.
ففي وظيفه جوه بتتم صح كده، في وظيفه جوه بتتم، في وظيفه جوه بتتم، الوظيفه دي اسمها احمد خلاص كده، وهي عباره دلوقتي مؤقتا عن ايه، عن اثنين مسج بوكس، عباره مؤقتا عن اثنين مسج بوكس، كان بعد كده ممكن تكون اكواد كانها كتير خلاص كده. حلو قوي. دلوقتي انا عشان اقفل اللي كان معروض وارجع افتح تاني الصفحه بتاعتي، الكود ماله مش هيشتغل ليه؟ هو انت ناديت وقلت يا احمد، لما تنادي على احمد تشتغل الوظيفه بتاعته، يبقى له هلو 1 وهلو 2. انا لازم انادي على مين؟ على احمد. اجي من اي حاجه، من اي تاج انا عايزه، مثلا كلمه احمد فايد، هقول له اون كليك، اول لما ينادي على احمد فايد اقول له نادي على مين؟ على احمد. بس افتح قوس واقفل قوس كده، يبقى اون كليك، اون كليك انادي على كلمه ايه؟ على كلمه احمد دي خلاص. فكلمه احمد دي اللي فوق تشتغل بقى، ايه تبدا ايه تشتغل. لو جينا بصينا كده بعد ما جينا هنا عملنا ريفريش اهو، لما اجي ادوس هنا على الصوره دي، كنا مبرمجينها فين؟ على كلمه احمد فايد صح. لما ادوس على كلمه احمد فايد دي اهو، طلع لي ايه؟ هلو 1، دوست اوكي، قال لي هلو ايه؟ هلو 2. خلاص كده، يبقى معنى كده ان انا قدرت اخلي الصفحه بتاعتي بقت يبقى لها تاثيرات. ادوس على كلمه، حد كان يقدر يبرمج يدوس على كلمه؟ يعني بدوس على كلمه، على صوره، يحصل كذا، يعمل كذا. طبعا ممكن يعمل اكواد كتيره في لقطه، ما انت تعمل ايه؟ اي حركه او اي اكشن موجود في الصفحه او اي اكشن موجود في الايه؟ نعم؟ تعمل اي تاثير، اي حاجه، اي حاجه، بس كده. مش عايز اقول حاجه بعينها دلوقتي، لما اجي وانا بعمل التطبيق بتاعنا يبقى نشوف حاجه بعينها هنعمل ايه. ممكن هو طبعا كلهم اخوات بعض، كلهم داخلين في بعض، كلهم بيقوموا لك صفحه. ما ينفعش عارف، مش عارف اتش ام ال وجافا سكريبت وسي اس اس وتقول انا بعرف خلفيه عن الويب. خلفيه عن الويب بقتش ميل وجافا سكريبت وسي اس اس كده مبدئيا. كويس قوي الثلاثه دول، كويس كويس قوي. اه كل حاجه مش قوي، مش حاجه اسمها كل حاجه، عشان مش كداب معاك، مش حد بيعرف كل حاجه، هو مفيش ولا لغه الواحد يعرف فيها كل حاجه، لغه واحده مفيش خلاص. صعب انك تعرف حاجه كل حاجه خلاص، انك تبقى عارف بنسبه كويسه جدا، عارف كل الحاجات اللي انت ممكن تحتاجها او ممكن تقابلك. لكن في حاجات كده شاذه ممكن تقول لي غريبه دي اول مره اشوفها، بس عادي جدا، مش مشكله، مفيش ايه، مفيش مشكله. هو مفيش حد يتكسف ان هو مش عارف حاجه، يعني حد يجي يقول لي لا ده مش معقول، انا ذات نفسي ما اعرفش كل حاجه بقولها، عادي جدا. واي حد يقول لك انا عارف كل حاجه اقول له انت حمار، ما تفهمش اي حاجه في اي حاجه. اكيد مفيش حاجه اسمها افهم كل حاجه، مفيش حاجه اسمها تفهم كل حاجه، لكن بتبقى حتى لو انت متخصص بتبقى عارف بنسبه كبيره جدا كل حاجه، اه لكن مش كل حاجه. اكيد في حاجات كده مش ما عدتش عليك، مفيش اي مشكله، لكن ما يبقاش حاجات بقى في الاساسيات وتبقى واقعه منك، دي بقى المشكله بقى. ما يبقاش حاجه عاديه واساسيه ومفروض تبقى عارفها، ما تبقاش عارفها، دي بقى اللي تزعل. لكن حاجه كده نادره قوي، نادره الحدوث، واحد يقولها لك تقول له اه ماشي مش مشكله، اجربها، اشتغلت يبقى صح كده يعني. خلاص، لكن مش ما انتش مطالب ولا اي حد مطالب، مفيش. خلاص تمام. انا دلوقتي لما بدوس كده بينادي على عايش بدوس على احمد فايد، لما بدوس كده بينادي على الكود بتاع اللي اسمه احمد اللي معمول بالجافا سكريبت. ايه؟ ايوه ممكن نعمل حاجات كتير، بس انا مش عايز اتكلم في كود الجافا سكريبت. انت ايه؟ ايوه انت مش عايز تعمل حدث على كلمه بعمله جافا سكريبت؟ خلاص؟ بس انا مش عايز اخش في تفاصيل الجافا سكريبت، انا عايز بس اقول اماكنها. فخليك معايا بقى شويه. سو بعد اذنكم. يبقى ده اول مكان اقول حدث واقوم كاتب كود الجافا سكريبت مباشره، او اعمل حاجه اسمها فانكشن، او اعمل حاجه اسمها ايه؟ في الهيد فوق فانكشن، اديها اسم واكتب بقى كود وانادي على الفانكشن، وانادي على ايه؟ على فانكشن. واحد قال لي ايه؟ طب افترضنا ان الصفحه بتاعتي كومبلكس قوي، يعني معقده شويه، فيها شغل كتير وكلام من ده، واكواد الجافا سكريبت كتيره، هل اكتبهم كده على بعضهم هنا برضو؟ قلت له لا، طبعا كلمه سكريبت سلاش سكريبت دي تتكتب في الهيد او في البادي او في اي حته، عشان في الهيد بس، هي معترف بيها دايما في الهيد، لكن هي ممكن تتكتب في البادي عادي خلاص. فبقول له لا، برضو زي ما قلنا ان السي اس اس يفضل